حاضر. مع المتهم التمس براءته من الاتهام المسند إليه ودفع ببطلان القبض والتفتيش لاختلاق واقعة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة، كما دفع بانفراد ضابطي الواقع بالشهادة وحجبهما للقوة المرافقة، مما يعني أن للواقع صورة أخرى أمسكت عنها الأوراق. ثالثا وأخيرا، عدم معقولية تصوير الواقع على النحو الوارد بالأوراق ووفق الملابسات التي أحاطت بها، ويطرحها الدفاع على عدالة المحكمة الموقرة، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لدفاعه، وسيعرض لها حال المرافعة إن شاء الله، كما قدم أيضا حافظة مستندات بها بيانات عن السابقة التي أضيفت للمتهم في محضر الجناية، وثابت بها القضاء ببراءتي من التهمة المسندة إليه وفق جدول محكمة جنح الخصوص، وتعذر إحضار شهادة لعدم وجود سند الوكالة، كذلك أيضا تعذر إحضار صورة رسمية من الحكم، وذلك لإخبارنا بدشت هذه القضية. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، أقدم لدفاعي بما تعلمناه من فقه أستاذنا الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد حينما سطر في كتابه المشكلات العملية في الإجراءات الجنائية، قائلا إن أي خلل في التشريع الإجرائي أخطر على مصير العدالة من الخلل في التشريع العقابي، مع أن الأول يحمل أو يحكم شكل الدعوة والثاني موضوعها، ذلك لأنه وفي النهاية يصبح ميزان العدالة في يد القاضي الذي يختار التشريع لا في يد التشريع الذي يطبقه القاضي. ولذلك كان من الأصلح للمجتمع أن تكون هناك حكمة في القاضي مع ضعف في التشريع، من أن يكون هناك قوة في التشريع مع ضعف في القاضي. والأصلح الأصلح الأصلح أن يكون هناك حكمة في القاضي وقوة في التشريع. نعم، هي حكمة القضاء التي يلوز بها الدفاع ويلوز بها أمثال هؤلاء البؤساء حينما يقفون بين يدي عدالة المحكمة. وآية ما قدمنا وما تعلمناه من قضائكم المبجل أن واقعة الإتجار هي واقعة مادية تحصلها المحكمة من شتى العناصر المطروحة عليها على بساط بحث الدعوة دون رقابة عليها حتى من محكمة القانون، إلا فيما يتعلق بحسن المأخذ وسلامة الاستنتاج. كذلك أيضا واقعة التلبس والتي احتوتها هذه الأوراق على نحو ما سطرها مجريها هي أيضا واقعة موضوعية تستقل المحكمة بتحصيلها من واقع الدعوة ومن شتى العناصر المطروحة عليها دون رقابة عليها في ذلك، إلا أيضا أن يحدها سلامة الاستنتاج وحسن المأخذ. هذا ما علمنا إياه القضاء الجليل، وما قال به السيد مجري التحريات والذي قام بواقعة البيع والشراء على النحو الذي أورده، أنه تلقى اتصال هاتفي من مصدره السري الذي أورى له وهو بمكتبه بوحدة مكافحة المخدرات بالعباسية بأن المتهم يقوم بالإتجار في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنه مكانا لذلك، وميعاد محدد حيث أورى بأن ذلك من 9 مساء إلى 11 مساء، الفترة التي أورى بأن المتهم يقوم بها في الإتجار على النحو الذي أورده بالأوراق. فقال فأنني قمت بالانتقال من
الإدارة في الساعة 9 مساء، وصل في 10 مساء واتفق مع زميله الذي رافقه للمعاونة في الضبط بأن ينتظره مع باقي القوة وينتشر حول مكان الواقعة ليتقدم هو إلى المتهم على حد زعمه بأنه أعلمه بنفسه من أنه قادم من معرفته بأحد زبائنه الذي أورى له بأنه يريد شراء وحدة أو كيس أو لفافة من لفافاته هيروين المخدر على نحو ما أورى، فأعطاه المتهم واحدة حينما أظهر له النقود والمال وقال بأن ذلك ثمنها 100 جنيه على النحو الذي أورى، فأعطاه وأعطى إشارة البدء لزميله على نحو ما أورى بأن وضع يده على رأسه، فتقدم زميله وهو مقدم معه بوحدة مكافحة المخدرات ومعه القوة المرافقة وتقدموا إلى القبض على المتهم على النحو الذي أورى. قال أنا وصلت في 10:30، فماذا وجد المتهم خارجا من مسكنه إليه أمام المسكن وكأنه على اتفاق معه على أن يأتي في هذا الميعاد يجده خارجا إليه، ويضيع 1:30 من المدة التي قال بأنها من 9 إلى 11 إلى 11:30، وهي الميعاد الذي قال بأن المتهم يضربه لممارسة نشاطه على النحو الذي أورى في الأوراق، فجاء وجده خارجا من 10:30، تقدم إليه وقام بواقعة الشراء التي تعرضنا لها على النحو الذي أوراه، ثم بعد ذلك أعطى الإشارة لزميله فندم وقاموا بالقبض على المتهم على هذا النحو. قام بالقبض على المتهم على هذا النحو لنجد ماذا؟ لنجد أنه يقرر بأنه وجد معه شنطة رمادية اللون، قد قام بفحص هذه الشنطة فوجد بها ما يعادل 100 لفافة من مخدر الهيروين على النحو الذي أورى، واللفافة التي أخذها منه على نحو الذي أورى أصبح الباقي 99 ردها إليهم ليصير 100 لفافة من مخدر الهيروين على نحو ما أورى إلينا. ثم بعد ذلك قال بأنه عثر في الشنطة أيضا على حوالي 96 لفافة من مخدر الهيدرو، والذي وزن في النيابة العامة على ميزانها وتقارب ذلك مع الميزان مع فروق بسيطة عند التحليل في المعمل الكيماوي إلى أن كم الهيروين الذي ضبط حوالي 249 جرام يا فندم، وكم الهيدرو حوالي 1426 جرام على النحو الذي أوري بالأوراق. وأنا تساءلت بعد ذلك عما قال بأنه وجده في الشنطة، وجد ميزان حساس قال لأنه يجري به الوزن، ووجد شفرة قال في الشنطة، وجد شفرة في الشنطة قال بأنها هذه الشفرة يقوم بها بالدفاع عن النفس. وأنا تساءلت وفي محراب عدلكم وأنتم تستقرئون ما بين السطور للوصول إلى حقائق هذه الوقائع التي تسطر في هذه الأوراق وتعرض على حكمة القضاء الذي نتغياها ونبحث عنها في مثل هذه الوقائع المظلمة، لنستنير بأحكامكم فيما تبدونه لنا فيها. لماذا يضع الشفرة في الشنطة وهو يريد الدفاع؟ هذا أمر. لماذا أيضا لماذا لم يضعها في أحد جيوبه الذي قال بأنني حينما قمت بتفتيشه وجد المبلغ المالي 500 جنيه، ووجد تليفون قال أورى بأنه وجده، في حين أن المتهم قال لا أنا كان عندي فتشون دخلوا المنزل وفتشوني وسأعرض لروايته بعد انتهائي من رواية الضابط. حينما قال ذلك قال بأنني وجدت الشفرة فأخذتها، ووجد المخدر الذي أوراه، ووجد الميزان الحساس أيضا في الشنطة يا فندم، وهو قد خرج من مسكنه وأعده لففة، أي أنه قام بالوزن والتعبئة وجاهز للعرض، وهو الذي أخبرنا بأن البيع تم عن طريق الوحدات وليس الوزن، لأنه قال له أريد منك لفافة من الهيروين. لفافة هو حدد أيضا كيف اشترى، فأعطاه واحدة وقال بمائة جنيه على النحو الذي أورده. فإذا ما كان البيع والشراء يتم بالوحدة على النحو الذي أوراه لنا القائم بواقعة الشراء على نحو ما أورى، فلماذا يقوم هو بإحضار الميزان الحساس في الشنطة ليخرج به إليه في شنطته على النحو الذي أورى، إلا إذا كان ذلك من باب التحريز
الذي يود الضابط أن يحرزه، وكشفت عنه روايته للواقعة بأن هذه مجرد أحراز أراد أن يدسها على المتهم لمحاولة تزيين الدليل. فإذا ما أراد أن يزين الدليل واستطلعت المحكمة الواقعة وواقعها، اكتشفت أنه إن حينما أراد أن يزين الدليل فأفسده على النحو الذي أورى به بالأوراق. إنني أقول أيضا في معرض أقوال المتهم، ولأن المحكمة في مثل هذه الوقائع تزن أقوال المتهم وتزن أقوال الضابط على حد سواء، لا تسلم بهذه على أنها كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تسلم برواية المتهم على أنها وساوس شيطان رجيم. هذا هو عدل القضاء الذي تعلمناه. حينما نقف أمام القضاء نجد أنه يزن كل بميزانه، وميزانه هو ميزان القسط الذي يصل به إلى حقائق الوقائع، ويكتشف ما ألبس وأدخل عليها من زيف أو بهتان أو من حقيقة وفصل في الخطاب. هذا ما يعلمنا إياه القضاء الجليل. على هذا النحو جرت الواقعة وفق ما قد فصلنا لعدالة المحكمة على هذا النحو. والمتهم في روايته قال بأنهم دخلوا إلى منزلي في الساعة الرابعة مساء وقاموا بتفتيش المنزل وسألوني عن أحد الناس، الذي أجبت لهم بأنني لا أعرفهم، فقالوا لي ستكون معنا حتى يأتي هؤلاء أو تأتي بنا تأتي إلينا بهؤلاء. فأخذوه على هذا النحو وقال فتشوا منزلي فلم يجدوا فيه ثمة أشياء، إلا أن أخذوا مني تليفون وأورى نوعه وهو سامسونج أفندم إن 30 على حد ما أورى، وقال أخذوا تليفون زوجتي وهو نوكيا من التليفونات الصغيرة ذات الزراير أي التي يحملها الناس أحيانا. هذا الذي حدث حينما يقوله المتهم، وأخذوا المبلغ وهو 3000 جنيه حسب ما أورى، مش 500 جنيه كما قال الضابط. أنا أقول لماذا يقول المتهم ذلك؟ إلا إذا كانت هذه حقيقة يعبر بها بذاته ولا يعلم ما هو الذي قاله الضابط عنه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية وفي وزن الأقوال، إننا أيضا نتعجب في ذلك حينما تعرض يا فندم هذه المضبوطات والأحراز على النيابة العامة، فكان على النيابة العامة أن تستكنه أمر التليفون المعروض عليها لترى فقط ما إذا كان به شريحة أم لا. هذا ما يحدث في كل هذه القضايا، وتثبت بأن التليفونات المعروضة بها شريحة اتصال أو شريحتي اتصال. لم يتم تبيان ما إذا كان التليفون المعروض على النيابة العامة من الأحراز به ثمة شريحة تليفونية ليقال بحقيقة زعم الضابط بأنه يتصل به، ربما لكان التليفون بدون أي شريحة. هذا الذي حدث يؤكد وبجلاء بأن الأدلة في هذه الأقوال لا يمكن أبداً إلا أن يكون قد أحيط بها ظلال كثيفة من الشك والريب. لا نستطيع أن نتبين أي الروايات حق أريد به باطل، وفي هذه الحالة فإنه يتسرب إلى الدليل فيها الاحتمال، وأن قضاءنا الجليل قد علمنا بأنه إذا ما تطرق إلى الدليل الاحتمال فسد منه الاستدلال. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، إذا ما كان الأمر على هذا النحو فإنني تساءلت مع الضابط في الأوراق أخذا وردا معه، هل إذا ما أردت أن تجهز على المتهم أن تسقل حمله وأن تجهز له هذه الكميات لتورده مورد التهلكة؟ إن القضاء يقول لك لا، لأن القضاء حينما يزن يزن الإجراء، لأنه يضمن سياج الشرعية التي تحمي مصالح الدولة والمجتمع ككل وليس المتهم فقط. هذا ما علمنا إياه القضاء الجليل. وأن الدعوة قد أحيطت بملابسات قد أردت أن أحيط عدالة المحكمة علما بها ووضعتها أمامها، أن شقيق هذا المتهم كان قد صدر إذن من النيابة العامة بضبطه مع هذا المتهم وثابت في الأوراق المقدمة بحافظة المستندات للقبض يا فندم على الاثنين بأنهما يدران في المواد المخدرة. فلما ذهب الضابط وهو من نفس وحدة البحث وهي مكافحة المخدرات يا فندم، ولكن إذا ما كان حتى ضابط مخالف فهي الوحدة ويتعلم أين هذا العنوان وأين هؤلاء المتهمين، ذهب الضابط في الواقعة التي أضعها بين يدي العدالة المحكمة للقبض عليه وشقيقه، فقبض على شقيقه
وحوكم شقيقي كان في شهر مايو شهر 5 الماضي يا فندم 23، وحوكم شقيقي وقدمت صورة من الحكم الإدانة الذي أخذ فيه شقيقي 6 سنوات، ولكنه لم يستطيع القبض على هذا المتهم، فأراد بهذه الواقعة وبعد 10 شهور ألا يفلته بما قدم لعدالتكم على هذا النحو من هذه الواقعة في الأوراق. وأنني أتعجب وفق مقتضيات العقل والمنطق، كيف لي أن أقف أمام منزلي أحدد ميعادا بالساعة حسب ما روى لنا للقيام بعملية بيع المخدر، وأن أخي مقبوض عليه، وأنه كان في هذا الأواني لم حتى يحكم عليه أصلا، وأنني أعلم بأن المباحث المخدرات هذه قد وضعتني في الواقعة معه على هذا النحو، إلا إذا كان ذلك من باب أنه يريد أن يأخذه هذه المرة ولا يفلته كما أفلت منه ولم يستطع القبض عليه في المرة الثانية السابقة مع شقيقه الذي أحطنا عدالة المحكمة به علما في هذه المستندات. هذا الذي حدث يؤكد وبجلاء بأن المحكمة لها أن تطرح سلطانها على هذا الدليل في الدعوة كما علمتنا، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأنكم سطرتم بأحكامكم الجنائية المبجلة ما هو نبراس ودستور لنا في مثل هذه الوقائع، بأنه يكفي لكي تقضي المحكمة بالبراءة أن تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم متى ألمت بشتى ظروف وملابسات الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بأدلة الإثبات وعناصر الإثبات في الدعوى، فداخلت هريبة في صحة عناصر الإثبات ورجحت دفاع المتهم. أشكر لعدتكم فندم حسن السماعة في صحة الصدر، شكرا جزيلا يا فندم.